السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي واصدقائي، ربي تكونوا دايما بخير. اقدم لكم سعر الدولار والعملات في البنوك. سعر الدولار والعملات في السويس دولار من قناتي انا وحياتي ليوم الاثنين 13/5/2024. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا يا رب العالمين، اسال الله لكم العفو والعافية دايما يا رب العالمين. اولا سعر الدولار والعملات في البنوك: الجنيه الاسترليني 59 جنيه 27 قرش، الدينار الليبي 9 جنيه 73 قرش، الدينار البحريني 125 جنيه 52 قرش. سعر الريال العماني النهارده في البنوك 122 جنيه 96 قرش، الدينار الاردني 66 جنيه 76 قرش، الدينار الكويتي 153 جنيه 85 قرش، ريال القطري 13 جنيه، درهم الإمارات 12 جنيه 88 قرش. سعر الريال السعودي في البنوك اليوم 12 جنيه 62 قرش. سعر اليورو في البنوك اليوم 51 جنيه 5 قروش. سعر الدولار الأمريكي في البنوك اليوم 47 جنيه 32 قرش. أسعار الدولار والعملات في السوق السوداء: الدينار الكويتي سجل النهاردة في السوق السوداء 154 جنيه 53 قرش. سعر الريال القطري في السوق السوداء 13 جنيه 6 قروش. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء 12 جنيه 94 قرش. سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء 12 جنيه 67 قرش. سعر اليورو اليوم في السوق السوداء 51 جنيه 27 قرش. سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء 48 جنيه 55 قرش، للشراء 49 جنيه 78 للبيع. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله.